وصلات متعددة ووطن واحد. هكذا كان الإبحار في عالم الموسيقى الأندلسية بمشاركة جوق مشكل من 3 دول. فكانت السهرة الختامية لمهرجان أندلسية القليعة ملتقى بين الأشقاء، ولمسنا عمق المحبة وشدة التعلق بين الشعوب، وإن دل هذا عن شيء فإنما يدل عن الأخوة الثابتة وعن المشترك الواسع، التاريخ، الجغرافيا، اللغة، الدين، العقيدة، الفقه، السلوك، الكل الحمد لله يجمعنا. قطوف أندلسية وصوت دافئ من المغرب وتونس والجزائر، جسدتها فرق متعددة الجنسيات فوق ركح قاعة ابن زيدون. معناتها الموسيقى الأندلسية هي واحدة، ولكن اللهجة حاولنا باش معناتها نحيو القيود، معناتها فماش كل الحواجز بين اللهجة التونسية واللهجة المغربية واللهجة الجزائرية. وحجزت آلة القانون لنفسها مكانا في الجوق الموسيقي، لتشكل مع العود حوارا مغاربيا أضفى على السهرة بعدا جماليا. هل هذا المهرجان اللي صار عنده واحد الواقع جميل، سواء على الجمهور الجزائري أو على الجمهور المغاربي التونسي والمغربي كذلك. هي إذن رحلة إلى العالم الجميل. رحنا مدينة غرناطة 3 مرات، 2011 و2012 و2013. كما يقول كي واحد يدخل من غرناطة يحس بهذوك الشغالات والموسيقى اللي يحس ويخدم بها، يحس بلي هذيك الموسيقى كانت كاينة في هذيك المدينة هذيك. عبر نطات الموسيقى الأندلسية التي يحس سامعها أنها تبكي فردوسنا المفقود.